تشرفت اليوم بأن ناقشت بحث لنال شهادة الماستر حول موضوع دور المغرب في بناء الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي في لجنة مكونة من السادة السيد عبد الكريم مدون رئيسان، السيد عبد محمد بوزنكاد مشرفا، السيد محمد طيار عضوا، والسيد دكتور عبد الرزاق بشير عضوا. هذه المناقشة اليوم تناولت موضوع هام يتعلق أولا موضوع راهن يتعلق بدور المغرب في إحلال الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي، خصوصا مع الرجوع الموفق للدبلوماسية المغربية للتعامل مع إفريقيا بشكل موفق منذ الرجوع المغرب إلى حاضرة إلى منظمة الوحدة الإفريقية، منظمة الاتحاد الإفريقي سنة 2017، والإنجازات الدبلوماسية الكبرى التي قام بها المغرب. كذلك ناقشت موضوعا يتعلق بالأدوار المهمة التي يجب أن يلعبها المغرب على الصعيد الأمن الروحي، الأمن السياسي، الأمن الإنساني بصفة عامة. كيف يمكن للمغرب أن يساهم في استقرار وأمن دول الساحل الإفريقي، خصوصا بدول مالي ودول بوركينا فاسو ودول أخرى يعني الإفريقية التي المغرب يساهم فيها مساهمة قيمة في استتباب الأمن والاستقرار وبناء يعني وتشييد مجموعة من المدارس والمستشفيات والعمل الميداني يعني بتكوين الأئمة وتكوين الجيوش هذه الدول. كذلك تطرقت لمسألة مهمة تتعلق بالموروثات على الاستعمار، إشكالية بناء الدولة الوطنية وكيف يمكن للمغرب وهذه الدول الساحل الإفريقي تجاوز هذه الموروثات الاستعمارية، خصوصا الإشكاليات الحدودية والإشكاليات كذلك التنموية الموروثة من دولة من الاستعمار الفرنسي. وبالتالي خلصت لمجموعة من الخلاصات الهامة. أولا أنه المغرب يجب أن يقوي دوره الإفريقي عن طريق الاستعانة بالإرتقاء في المشترك، ثم كذلك عن طريق الاهتمام أكثر بالجانب الدبلوماسي الاقتصادية، خصوصا الاستثمار في الجانب البشري واستثمار عن طريق يعني مجموعة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بهذه المنطقة، منطقة الساحل الإفريقي. ثم ثالثا هو أن يقوم المغرب بتطوير علاقاته مع جميع دول القارة، خصوصا شرق القارة كذلك، لأنها تحتوي دول إفريقية مهمة. هذا البحث الذي كنت ضمن اللجنة التي تكلفت بمناقشته يعد من البحوث المهمة جدا على مستوى ماستر الدراسات الصحراوية والإفريقية، بحيث أنه يشكل عملا تأسيسيا لانفتاح كلية الآداب بجامعة ابن زهر بشكل كبير على الدراسات ذات الطابع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي. وهذا البحث حقيقة قد تناول العديد من الأمور الأساسية المرتبطة من جهة بالمجال، مجال منطقة الساحل الإفريقي وعلاقتها بالمغرب والأدوار المهمة التي يلعبها المغرب في بناء الاستقرار والأمن في هذه المنطقة. من جهة أخرى لا شك أن هذا النوع من الأبحاث على مستوى الجامعات المغربية سوف يشكل قاعدة أساسية في بناء العديد يعني في إتاحة الفرص للباحثين الذين يهتمون بها بدراسة هذا المجال في إطار يعني لبنة من لبنات يعني باكورة الفوج الأول وتخرج مناقشة رسائل يعني وبحوث تخرج الفوج الأول ديال ماستر دراسات الصحراوية والإفريقية، واللي بطبيعة الحال حاولنا من خلاله أن نقارب القضايا اللي عندها علاقة بالصحراء وبإفريقيا، جواب الصحراء والعلاقات المغربية الإفريقية، ونحدثها فيها واحد النوع من التراكم في إطار يعني الإسناد الذي يجب أن تقوم به الجامعة، الإسناد العلمي للاستراتيجيات التي تشتغل عليها الدولة خاصة في هذا الجانب ديال إفريقيا. والموضوع البحث اللي لاحظته اليوم على أنه ويعني قارب دور المغرب في بناء السلم والامن في المجال ديال الساحل والصحراء والوضعيه الامنيه من خلال تفكيك بنيه الوضعيه الامنيه او البنيات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه لهذا المجال وتاثيرها على مستوى الاستقرار في هذا المجال والادوار والتحولات التي اصبح يعيشها المجال في سياق يعني خروج فرنسا وفي سياق واحد الفراغ اللي اصبح المغرب يلعب واحد الدور مهم استثنائي في يعني شغله من خلال المساهمه في بناء الامن والسلم عبر شراكه اللي هي قوية وملتزمة بل اللي ممكن أنها تشكل أرضية لخلق التنمية لهذه المجالات، واللي ونعتقد أنه التنمية هي الجواب الحقيقي يعني الوضعية والمعضلة الأمنية التي تعيشها هذه البلدان.